السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. مباشرة بعد كشف السلطات العمومية مخطط تخفيف من تدابير الحجر الصحي ابتداء من 11 يونيو الجاري، تساءل الكثير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية تخفيف قيود التنقل بين جهات المملكة وتنص إجراءات تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1 التي حددت السلطات العمومية على أنه يمكن الخروج دون حاجة إلى رخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى إمكانية التنقل في المجال الترابي لجهة الإقامة دون إلزامية التوفر على ترخيص، الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية. في مقابل ذلك فإن التنقل بالمنطقة 2 يقتضي على التوفر على رخصة استثنائية داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم أو الجهة، ولم تكشف السلطات العمومية مصير التنقل بين جهات المملكة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 10 يوليو المقبل، ما دفع الكثير من المغاربة إلى التساؤل عن مصيرهم خصوصا بالنسبة للعالقين بين الجهات أو الذين يريدون قضاء العطلة الصيفية مع ذويهم. ولم يتوصل العاملون في قطاع النقل بالرباط بأي قرارات جديدة من قبل السلطات المحلية بخصوص استئناف النقل العمومي بين المدن وفق ما أكده مسؤول في قطاع النقل لهسبريس يوم الأربعاء. وأضافت المصادر ذاتها أن قرار التنقل بين الجهات لم يتخذ بعد، مشير إلا أن السماح بهذا الأمر في المرحلة الحالية قد ينتج عنه انتشار الفيروس في الجهات والمناطق الخالية، ومورد أن التنقل بين الجهات يحتاج في الوقت الحالي إلى رخصة استثنائية كما كان معمولا به في السابق. وبات المغرب في ظل الوضعية الوبائية ينقسم إلى منطقتين، منطقة تخفيف رقم 1 وتضم 59 عمالة وإقليما، ومنطقة تخفيف رقم 2 وتضم 16 عمالة وإقليما، مع الإشارة إلا أنه ستتم إعادة تصنيف العمالة والأقاليم أسبوعيا حسب منطقة التخفيف على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. نشكركم على حسن المتابعة.